السلام عليكم، وقت بوكس عبد لكم مقطع جديد. توني متقدي يعني، فلازم نشوف بيبز اليوم. اليوم حلقتنا راح تكون خرافيه، فلا تنسوا لايك وشكرا مو مشترك. خلونا نطالع بيبز الحين، ما يحتاج مقدمه. يلا خلينا نشوف ميمز المتابعين اليوم. طبعا انت بترسل ميمزك، ادخل ديسكورد وارسل بالسب ميم البطاطس. طريقي المنحدره. اوكي، لا شفت شلون خليته ينقذ نفسه ويرجع ورا؟ شوف هذا ايش فيه، يحسب نفسه داخل سناب شات يا ابوي. وشو؟ اوكي باي، احبك. على هالطار يا جماعة ضيفوني بسناب شات، هذا سنابي موجود بالشاشة، ضيفوني يلا. ما راح ارسل هالسوالف انا. هذا وشو؟ بيتزا تقطعت. اوكي. يا دقيقة، وش بيصير؟ اوه وافل؟ الو؟ ها؟ ايس كريم بيتزا؟ يا في الاعلان في اللعبه، كيف تخلي كمبيوترك يشتغل اسرع؟ حط سونك داخل الكمبيوتر. نضحك يعني. هذا ايش قاعد يلعب؟ ها؟ اه قاعد يلعب مايكروفت بالحرب. والله صراحه ذويق ذويق مره. اصبح ايجاد الميمز اصعب من ايجاد زوجه. اي والله حقيقة مؤلمة بعد اللي شفته قبل شوي. مترجم خايف على سمعته. انا هو شاذ. بس يبكي واحد جنبي ما اعرف شو اسوي. اجيب لك موية. وضعي اذا فصل النت. اوكي. ايش دعوة؟ ايش دعوة كل الاصرار؟ ما كان يصير لي هالشيء، شو السالفة؟ بتغيرين الأساتذة؟ استعمل هذه البطاقة إذا تذكرت شيء قديم في طفولتك. الله، بس هذا مو طفولة، هذا توها أيام جديدة يعني، قبل سنة من سنتين. خليتها طفولة. أوكي، ماينكرافت قديمة، أوكي صح. يو روبلوك. فلاش يجري للمعركة، سوبرمان يطير للمعركة، باتمان يعبي بنزين. أوكي، هذا وشو؟ لعبة فري فاير؟ الله عاد عشقي فري فاير. اه ريد فوكس يلعب فناف، ريد فوكس يلعب ماينكرافت. حتى البيب غلط. الان سنقوم برسم حمار، ارجوك لا تتحرك حتى اركز. والله لا اوريك اللي راسل الميم، قسم بالله لا اوريك. قول الترم حل واجبات والمهام وجمع درجات. تنكسر اختبار نهائي. بالجد يا اخي، والله هو اللي يدمر حياتك. ما تضحك على شيء ابتلأ به. يلا يا جماعه نضحك خلاص، نسمع ضحكتكم بس خربت. كيف الحال؟ ارسق بطايق بنك تحقق الان. ابشر، مين معي؟ انا بنك راجحي، اثبت بنك الرياض. كم تبقى؟ طرق نصب وحتي. يا ولد جاني مدري وشو من الاملاء. اوه اموغاس تهم. ما تتخانق مع اهلك وتقول لهم انتحر وتاخذ برشام ويطلع برشام اسهال. ها؟ ما فهمت. هذا وش مسوي بوجهي؟ ما يضحك. انا قريبا في رمضان. فساد، ها؟ اخ شيء مقضيها يطالع تيك توكات اكل. ايش كي يسوي هذا؟ عافيات عافيات. لبن ذكرني بلبن. لبن عمي لبن. ها دايم يا القطو دايم، انت قام يتمرن القطو ولا هذا جد معضل؟ شو القطو مصدومه؟ احد راس الصوره يقول لي الله يرحم ذيك الايام. وش خلاص بدوارز قديمه يا ابوي، بس في فخ والله. ولا يا يمه هذه كنا لعبه الدر رينج. دايم والله هذول بوسز حقين اندر رينج، مش اسمه ذاك، نفسهم بالضبط. شوفوا بابا سأل نفسك. لحظة لا سأل نفسي، لحظة بس سأل نفسي. يا نفسي شو فيك متغير على الريال؟ شو في عشيري زعلان ما يكلمني؟
يا نفسي. ما فهمت. عاطف هاي ذنوبي مو نفسي، سالت نفسي طلعت لي ذنوبي. ما يضحك، عنصرية. السلام عليكم يا شباب، يسعد لكم بحلقة جديدة من السلام عليكم. معكم شوف شارة وش ذا. هذا ايام الكيرلز، بعدين قصيت شعري اخر شيء. Let's go, let's go. يا اخي وش ذا؟ ما تسوي نفسك شاك في الخيارات وانت مو فاهم السؤال اصلا. يا ابني عاوز اسألك، ليش كل ما ادخل عليك لغرفتك الاقيك تشاهد في الخلفية؟ صح، ليش؟ ليش؟ جاوبني ليش؟ وش هذه اللعبة؟ الغام؟ وات؟ ها؟ اوه الله يسير. لا كتب كلب يا جماعة. خسر المال انه يسب الشات. لا تسبوا يا اخي حرام. قضي اول ما دخلت الفصل باولى ابتدائي. يا سلام، ايش ذا؟ هذول اللي ناس طيبين شكلهم. اوه يا والله اتذكر ايام التنمر. يو والله صدق يا جماعه، لازم يحلون المشكله هذه. كذا اول ما تدخل باولى ابتدائي تحس الوضع امن، يوم يومين تشوف نفسك مسروق الاكل حقك. ليش؟ شو مسوي انت؟ شو مسوي؟ المشكله كلنا اطفال، شلون يتنمرون؟ ما تحس ان اهلهم مربينهم. لما تروح المدرسه ابيك تصفق كل الطلاب. ليش؟ ليش طيب؟ وانا صغير لما كنت اعطي النمل سكر واشوفهم ياكلوا. الله. ابي الناس كلهم يكتبون لي بالكومنتات كم واحد منكم كان يسوي الحركه هذه؟ كذا نغذيهم، والله كنت اسويها. يتجمعون وكذا، والله عيال. الله الله على ايام. هذا ما يشحن وهذا يشحن، والله هذا صدق. تيك توك، هاو ار يو؟ نايس تو ميت يو. انجلش سبيك انجلش. انا يتسحب. هذا يقول ايش فيه هذا؟ اوصلني الى المنزل. هل تريد بسكويت؟ بسكويت هاي شنهاي؟ شنهاي ابو التيك توك يطير، ابو التيك توك يطير، ابو التيك توك يطير. في السخافة. كيف ذاك يبغانا نداوم رمضان؟ ها؟ أول ليلة إذا ما لقيت خروف. بالضحك. صدق صاي كذا، تحط نفسك بحفرة وتنتظر. ليش طيب؟ ليش مقفل بيبسي؟ ترى مو مليون البيبسي يعني. اليوم واحد من الشباب موقفني عشان يوريني الهدية، وريني الهدية يا شو. هذا الحوم عندي اياه من زمان وعزيز علي صراحة، بس ما يغلى عليك يا العود. تفضل. واو. والله هذه هدية ويا راسك. زين لا تبكي. هذا وش يا ابوي؟ رعب. يا ليل. هذا حقت جنشن امباكت. اوه حلقة جديدة. روكي 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 جوجو جوجو روكي روكي اور جوجو جوجو ليل نص نص ليل نص نص ليل نص نص لبرون جيمس لبرون جيمس لبرون جيمس البرافو. برافو. هذا كلهم قاعدين يلعبون ماينكرافت. هذا وين؟ بالمدرسة؟ الله والله وناسة. تقول يا أخي المفروض كذا يكون في متجر كذا يخلي كل الناس يلعبون ماينكرافت بنفس المكان ويبنون مع بعض. والله وناسة. حز القوة التي ضربت فيها أخي الصغير. كيف أخي وصف لأمي أني ضربتها؟ كيف أمي حتضربني؟ قل قديم هالميم والنصارى اقرؤوها من اليسرى إلى اليمنى و لم تزبط معنا. احذفوا الحرف الأخير لنرى مكر اليهود والنصارى. دانا دانا لقد صار اسم إنسان. احذفوا الحرف الذي في الورق جزاكم الله خير الجزاء لنرى مكر اليهود والنصارى. دا أو لم تزبط معنا. اشربوه جزاكم الله خير الجزاء. زي كوكا كولا.
ايام قبل كنت تقلب علبه كوكولا. اوه لا اله الا الله. من مشاكل مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقولات العظماء ومشاهير لم يقولوها مطلقا. افلاطون، افلاطون هذا مو الالاي، هذا وشو؟ لان انا حطيت رتبه جديده بالديسكورد فوكس اند كومن عشان تطورات الرتب. ديسكورد مانجر فوكس فاوندر ريد فوكس. تستعمل هذه البطاقة عند تريد تدمير واحد يكره ردف. يا ليل سوي بطاقة كاملة علي. كل ما تحس انك مسحوب عليك زين اذكر وشو. الساعة حقت ماينكرافت صح والله يا اخي، ليش ما حد يستعملها؟ ديب والله صح. هذه طلع جوال اقصاد من اس تي سي ويسحب عليهم. يا ليل يا اخوي وشو ذا؟ يا والله هذا كل ما طالع القرف من الدجاج. كيف دجاج ياكل الدجاج؟ يا يبا وش كيف يصير؟ سانس يا جماعة تواجهكم مقطع، اتمنى انكم استمتعوا بتو بالكرنج شوي. فاذا تبترسل ميمزك الحلوة ارتخل الديسكورد موجود بالدسكريبشن وارسل ميمز ويلا مع السلامة.